ايه الجمال ده؟ لو اعرف ان جوازي هيخليكي تعملي في نفسك كده كنت اتجوزت عليكي من زمان. مبروك. الله يبارك فيك يا حلو. انا عارف ان قلبك طيب وهتفرحيني طبعا. كان ممكن تكسب الكل. هيفرقش معايا لا اكسب ولا اخسر حد فيكم كلكم. ما تصوريش فرحتي وسعادتي ان محرم هيجوزني بنته النهارده. ولسه الفرحه تكمل كمان لما يتقفل عليا وعليها باب واحد ويجي يبارك لي في الصباحيه. يا سلام. انا ما كنتش اعرف انك كده. لا انا كده كده وابو كده. وبالنسبه لك انت بقى لسه دورك ما جاش. ادعي يا ربنا يرحمك باللي هعمله فيكي. تصدق انت صعبان عليا قوي. ما يصعبش عليكي غالي يا حلوه، بس يكون في علمك انه ما بيصعبش عليا حد خالص، حتى لو كان ابويا نفسه. بص يا حبيبتي، جبريه تحت هي وحسن، الود ودها انها تقطعك حتت، بس عارفه مفيش حد هيخرجك من الليله دي خالص غير انا ومحرم. والمطلوب يتفق على ايه؟ يتهيالي يعني انت عرفتي محرم كويس وفهمتي، ولا انا غلطانه؟ يعني هو مهدي يفرق كتير عنك انت ومحرم ولا عن جبريه وحسن؟ جبريه وعاوزه رجبه ناديه، وحسن عايز يكوش على كل حاجه حتى لو على جثه اخوه، ومهدي عاوز يبقى فوق الكل. يبقى ايه الفرق؟ هو صراحة مفيش أي فرق، الفرق الوحيد إن إحنا هنخرجك من الدايرة السوداء ديت، صح ولا لأ؟ كمان مهدي ده مش لازم يعيش، عارفة لو عاش هتحصل مجزرة النهاردة. ده غير يا حبيبتي إن ده لو حصل هنخليكي أنت فوق الكل، فوق كل اللي أنت اتكلمتي عنهم دول. قلتي إيه؟ موافقة؟ تعالي تعالي عشان اخليك تشوفي بنفسك الهيلمانه اللي هم عاملينها. بصي يا عميني، يا مهدي مالك وشك انقلب كده ليه؟ بس حلو الجو اللي انت عامله ده، ما كنتش عارف انك بتعزني جوي كده. تعرف انت بتعمل ايه؟ وعارف انا هعمل فيك ايه؟ انا هدفنك حي مطرح ما انت واقف. ايوه صح، فكرتني. مش انا كتبت كتابي على لبنى؟ ولفتة حلوه منك انك تحتفل بينا انا ومرت عندك. ايه نفسك انكتم ليه؟ انت انتهيت يا مهدي، انتهيت. ومهما عليك انت برضو حشره. انت عارف يا محرم انت وحسن انا هعمل فيكوا ايه؟ كلكوا هحاسبكم واحد واحد. ربنا يدينا ويديك طول العمر. قدامي قدامي. تعال يلا يلا، احنا ورانا حاجات كتيره نعملها. سيبك منه، تعالي تعالي يا بنت ما تخافيش، تعالي. بتعمله ده مش في صالحك يا حسن، وكل ده عشان خاطر محرم. عشان تعرف بس ان انت ولا حاجه، رجالتك شافوك متجرجر ولا حد جه معاك. انتوا كلكم هتتحاسبوا على اللي انتوا بتعملوه ده، كلكم. يا اخي انا مش فاهم، انت بتجيب الثقه دي كلها منين؟ مش عارف اقول لك ايه يا صبح، بس الجدعانه دي تمنها غالي قوي عندي. حتى انت صبحي تابعت الكل عشان تبقى فوق وما عملتش حساب لحد. انت حتى ما اديتش حد فرصه عشان يراجع نفسه قبل ما يدوس عليك. انت هتتحاسب على اللي انت بتعمله ده يا حسن، وانت كمان اللي مشغلينك مش هيسيبوك وانت لسه ما سددتش القديم. انت لسه مش فاهم حاجه، انت فاهم ان الناس اللي بره يهمهم انت او انا؟ ابدا.
كل همهم مين اللي هيسوق. وانت انتهيت يا مهدي، انتهيت. اهلا اهلا. اما انت في حسابك معايا بعدين. بالراحه على نفسي. بس خدي بالك يا عروسة، عشان حسن ابن عمي بيزهق بسرعة. كان لازم يزهق، ما ينفعش ترمي حد في الصحراء وتقولي له عيش، ولا ايه؟ كله تمام يا باشا، مش هيقدر يتحرك من الاوضه. قولي بس حضرتك عايز تعمل معاه ايه وانا هتصرف. لا معلش، سيب مهدي عليا، اصل في بيني وبينه طار. صبحي، وصل الست جبرية والست كريمة والبنات لحد البيت. تحت امرك يا باشا. أنا مش منقولة من هنا غير لما أخد نادية معايا. وأنا مش همشي معاكي، أنا صاحبة البيت ومسؤولة عن أي حاجة تحصل فيه، ومش همشي من هنا لما أعرف جوزي حبيبي هيحصل له إيه. معلش يا محرم، أنا هقعد مع نادية شوية، في حوار بيني وبينها كده هخلصه وبعد كده أرجع على البيت. أيوة صح، عشان في اتفاق بيننا ولازم ننهيه. عشان لما اقول لك انها حربايه تبقى تصدقني. حيوانات الخونه. فك فك يا مدي يا بنت اللي حربايه. انت ايه؟ مفيش فايده فيكي. سبتك وعملت روحي ما واخداش بالي، وبرضه مفيش فايده. يلا يا بنت غوري غوري، شوف وشك هنا تاني. هتعملوا ايه؟ هتعملوا ايه؟ يا عيني على الزمن، بقى مهدي يتعمل فيه كده، يا عيني. بتعملي ايه يا نادية؟ بتعملي ايه؟ بتعملوا ايه؟ لا وطي صوتك، لا وطي صوتك، اخرس. مبروك يا حلو، يلا. مالك؟ دي ضعيف شجاوي، كل مدى يبقى أسوأ من الأول. تعرفي؟ أنا مش زعلانة على مهدي. وهو ده بني آدم يتزعل عليه؟ زمان كنت بزعل، كنت لما أسمع إن أي حد مات حتى لو معرفوش جوي كنت بزعل. لما كنت أسمع أي حد قريبنا يقول آه أطلع على طول وأفضل جاره لحد ما أطمن إنه بيجي زين وعالي العال. عشان كنت عبرة؟ عشان كنت بني آدم. لا، كنت هبلة. لو ما كنتيش هبلة كان زمانك دلوقتي قاعدة في قصر كبير معاكي مروان ملكة بإيديكي. لو ما كنتيش هبلة بجد ما كانتش عمتك
اتجوزته بنتها يا فلحه. بس ما تقلقيش، انت بكره تتودكي وتبقي جامده قوي. كل حاجه جوايا ماتت، قلبي ده اللي كنت لما اشوف مروان معدي قدام بيتنا كان يدق قوي، لما كنت اسمع اغنيه لام كلثوم ولا عبد الحليم كنت اقول الاغنيه دي معموله مخصوص عشاني وعشانه. بطلي بقى حب وكلام فارغ، مفيش حاجه اسمها كده. خلينا في الاهم. بصي انا هطلع على محرم دلوقتي، ها هحكي له على كل اللي حصل، وانت لازم تاخدي بالك من حاجه مهمه قوي. بكره الصبح لازم الناس كلها تعرف ان هو مات، جاله سكته قلبيه يعني، ها؟ ولما الدكتور يجي يعمل شهاده الوفاه ويدفن على طول. بس ما تنسيش حقي اللي اتفقنا عليه تحت. كل اللي انت عاوزاه هعمله. برافو.